بين ثنايا معاناة الشعب السوري بعد التحرير من شبح تنظيم داعش، ثمة آلاف القصص الإنسانية التي تستحق أن تروى إلى العالم، ضمن سلسلة من القصص الإنسانية في الرقة التي كان يتخذ منها التنظيم عاصمة له. يروي التوأم حنوش قصتهما القاسية مع داعش طيلة 4 سنوات ونيف. القصة الكاملة في تقرير الزميل عبيد أعبيد. غيرك بالوجود يا عمر كل الورود، انت عندي دنيا غيرك انا ششتي. مرهف ومروان حنوش توأم في مقتبل العمر ومغنيا راب بارعين من أبناء مدينة الرقة، بدأوا بغناء الراب من صغرهم وامتهنوه، وكان ذلك قبيل احتلال داعش للرقة. أحبا غناء الراب حد العشق، ولم يتصوروا يوما أن يكون هذا الغناء سببا لسجنهما وملاحقتهما من قبل أفراد الحسبة في زمن احتلال داعش لبلدتهما. التوأم حنوش يرويان لأخبار الآن أجواء التعذيب والملاحقات التي طالتهما من قبل عصابات التنظيم الإرهابي لمرتين في سجن الملعب الأسود سيء السمعة والموجود تحت الأرض، والتهمة غناء الراب. إن أخوك دون وينضرب قدامك وظلم، يعني عذبهم أخويا حلقوا له شعره وضربوا بالخرطوم على رأسه، يعني تخيل درجة الظلم، إنه ما حقق معانا ولا سوى شيء، مباشر فوتوك وضرب ضرب أسبوع كامل واحد ورا الثاني، يفوت حقق معاه يرجع الثاني يبكي، ضربة هنا خط من هنا وخط من هنا وخط. والسجن الآن انسجنتها زاد لما فتنا على التحقيق، فاتحقق معي محقق، طبعا كان هو قدامي وجنبه اثنين، بلش عادين شو اسمه سؤال ورا سؤال بي، يعني غلطت أنا عليه نفس الوقت، شال خرطوم وضربني هين، ضحك قدامي ما عاد أشوف، خالص ضوعت ما خالص ما بشي. اتعذبت بلحظة الملعب الأسود صراحة، لأنه حسيت أني رايح ماخذيني ظان، يعني أول فكرة خطرت ببالي بدهم يسوون بينا إصدار بالملعب الأسود، يعني أنا أسمع حكي ناس إنه عندهم ظلم، فهنا صار عندي خوف، هاي أكثر لحظة خفت بيها، يعني وقت ما يعني حقق معي ما مسكم على شيء، طلعت الساعة 2 بالليل من الملعب، خلصته على خير. طلعت على الدوار النعيم شايل النت، لأن عندنا محل نت واللابتوب والجوالات، قعدت على الدوار النعيم بالليل، أقسم بالله من فرحتي قمت أبكي بالشارع، قعدت على الدوار وصافي إن شاء الله رب العالمين خلصني من الموقف هذا ورحت على البيت. التوأم حنوش كشفا لأخبار الآن تفاصيل محاولات استدراجهما واستغلال موهبتهما في فن الراب للدعاية للتنظيم عن طريق مغني الراب الألماني السابق ديزو دوك، الذي كان أبشع أفراد داعش في قطع رؤوس الضحايا في الرقة. أنا قبل هالمرة يعني غنيت قدام واحد من الدول الإسلامية داعش، وهو فنان مشهور مغني راب اسمه ديزو دوك، فلما شفته أول مرة بالجامعة ضحك علي، ضحكت عليه، صرنا هيش نحكي إنه شلونك وما لونك، قال لي أنا مغني راب، انصدمت قلت مغني راب إيش جابوا لين، قال لي روح فوت على اليوتيوب واكتب ديزو دوك وتعال، والله راحت على البيت فتحت على اليوتيوب كتبت ديزو دوك نعم فنان مشهور، رجعت عليه ثاني نهار قلت له خيو أنا بنفسي موهوب الراب، قال لي ضحك قدامك تغني راب إسلامي نغني سوا. طبعا هاي الشغلة صار بي عندي حالة خوف. سبب رفضهما لعرض مقاتل داعش الشهير ومغني الراب الألماني السابق ديزو دوك كانت بسبب تخوفهم من انتشار أغانيهم الدعائية للتنظيم في أوروبا وجنيهما على نفسيهما فيما يلحق من أيام. مغني راب يعني معروف دولية وعنده خبرة بالراب، فاختار الشغلة هاي لأنه هو غربي الزلمة، يعني الغربي يفهم علينا، يعني احنا عرب افهم على مخه، هذولاك يفهمون على بعض، يعني اختار الفن هذا وضامنه 100% انه راح يجيب نتيجه 100%، يعني فكره راب اسلامي زي يعني الاجنبي يحبون المتطورين، يعني شغله نادره يضل يسمعها ويتابعها، واذا فهمها مباشره راح يجي على الرقه، يعني راح تصير نسبه اجهاد على قولتهم عالي عندنا بالرقة، نسبة غربيين أكثر شيء أكثر من العرب.
لأنه راح تنشر صورة داعية على غير طريقة، غير أناشيد أو إصدار داعية غربية، داعية على شكل غربي. بعد عندك عتب، أنا آسف حتى قلبي آسف بنصا كتب، جملة بدموع كتبتها آه من جرحتك.